حديث الساعة بيان النيابة العامة الخاص بقضية أحمد فتوح والجديد في القضية. النهاردة هنتكلم في هذه الدردشة، كان بس الناس اللي تسأل نبقى محددين، قضية أحمد فتوح وبيان عاجل من النيابة العامة. وأنا هنا قبل ما أروح لبيان النيابة العامة عايز أتكلم في حاجة مهمة جدا. لما طلع الكابتن عبد الواحد السيد وقال أنه إعلام مغرض وإن الناس بتستعجل الأحداث وهاجم الإعلام وهاجم الإعلاميين وهاجم الجميع، عايز أقول له يا كابتن عبد الواحد، حضرتك الأول اتعلم قبل ما ترد. وأنا هنا برد على الكابتن عبد الواحد السيد، لأني أنا مرضتش أرد على عبد الواحد السيد مدير الكورة في نادي الزمالك في حينه، لأن لكل حدث حديث. ما كانش أرد، ينفع أرد على عبد الواحد السيد وإحنا في قلب الأزمة؟ لأن عبد الواحد السيد كذبني وكذب زملاء الصحفيين والإعلاميين، تجاوز في حق زملاء الصحفيين والإعلاميين، اتهمنا بالكذب وقال إن إحنا بنسبق الأحداث، وقال ما حصلش إني تعاطي مخدرات وما حصلش إن في حبس 4 أيام، وتحدث بشكل لا يليق ولا يجوز. النهاردة أنت حضرتك مدير كورة في نادي كبير زي الزمالك يا كابتن عبد الواحد، كان يجب عليك ان في وقت الحادث تقول ايه؟ تقول يا جماعه خلينا ننتظر التحقيقات، يقولوا لك عبد الناصر زيدان قال، تقول لهم مش هرد على حد لان وارد يكون عنده مصادر، فلان الفلاني قال، تقول خلينا نصبر لغايه النيابه العامه ما تطلع القرار. لا لا، لكن انك انت تروح تتصدر المشهد وتدعي بطولة وتهاجم وتتهمنا بالكذب وتتهمنا بالبهتان وتتهمنا بالتضليل وتتهمنا بقلب الحقائق وتتهمنا ان احنا بنستبق الاحداث وان كلامنا كله كذب والنيابة العامة لم تتخذ قرارات والنيابة العامة مش هتحبس وما فيش مخدرات ودي مؤامرة واللاعب واليمين والشمال. النهاردة بقول لك مع أول بيان للنيابة العامة، اتعلم من الدرس يا كابتن عبد الواحد وعيب. أنا ما عرفت أشتغل مدير كورة ولا أعرف أدير كورة ولا أقدر أقلل منك، أنت كنت حارس مرمى كبير في الزمالك وحارس مرمى كبير في منتخب مصر، والنهاردة مدير الكرة في نادي الزمالك، وجب عليك الاعتذار بعد بيان النيابة العامة، وجب عليك الاعتذار وتقول أنا آسف لكل الناس اللي انت تجاوزت في حقهم ولكل الناس اللي انت اتهمتهم بالكذب ولكل الناس اللي انت قلت عليهم كذابين وانه مفيش ده مخدرات ولا في حبس ولا في اي حاجة. وعشان تعرف ان احنا مهنيين احسن منك، احنا كنا نعلم جيدا تفاصيل كثيرة جدا ولكن لم نستبق بيان النائب العام، على الرغم ان يا كابتن عبد الواحد السيد مفيش امر حظر نشر في القضية، لم يصدر معالي النائب العام اي قرارات بحظر النشر في القضية، فكل واحد له مصادره لان مفيش اجتهاد في قضايا موت، لان نحن نقدر ان اللاعب في كرب عظيم، ولكن في نفس الوقت يا كابتن عبد الواحد في واحد مات واسرته اتيتم اولادها وزوجها ترملت، فكان يجب ان تحترم الحدث الجلل وتحترم الزملاء الصحفيين والإعلاميين ويكون عندك من الكياسة والفطنة ألا تتسرع وتتهم الناس بالكذب. النهاردة يا جماعة أنا ببدأ معاكم لا أوجه لوم وإنما أطالب عبد الواحد السيد بالاعتذار في كل كلمة قالها وقت الحادث. أولا من مجلس الإدارة ما فيش اي حد اتحرك ولا راح وقت الحادث الا فجرا عندما تحدث شيكابالا
مع الكابتن احمد سليمان، وقال له الحق يا كابتن احمد، الواد فتوح عمل مصيبه في الساحل الشمالي. بقولت انا اهو، شيكابالا اتصل بالكابتن احمد سليمان بعد ما عرف بالحادثه وقال له الحق يا كابتن احمد. يا سياده اللواء احمد سليمان، الحق، الواد فتوح عمل جنايه في الساحل الشمالي. الكابتن احمد سليمان عمل عمليه قلب مفتوح وخطر انه يتحرك، تحرك للساحل الشمالي لمكان الحادث. اذا كان متواجد كان في الساحل قريب ولا في اي مكان، تحرك الى مكان الحادث. وجد الامر صعب للغايه، لا يصلح لمعة اتصالات ولا ينفع مع وسايط ولا قيل ولا قال. بعدها بيوم مدير الكورة عبد الواحد السيد عبد ما صح من النوم ومش عارف ايه، خد 4 محامين وراح. يعني انت كمان يا عبد الواحد يا سيد، مع كامل الاحترام ليك يا كابتن عبد الواحد، انت ما كنتش تعرف حاجة لما كذبت الناس. ولو كنت كلمت احمد سليمان عضو مجلس ادارة نادي الزمالك كان قال لك انه كان هناك والامر كذا وكذا وكذا وكذا. هذه مواقف ما ينفعش فيها الحياد، هذه المواقف لا ابيض لا اسود. واحنا بننقل اخبار نتمنى ان الواد يزال عنه الكرب والهم ويكفينا ويكفيكم شر المصايب، ولكن في نفس الوقت هناك حقوق. اهل الراجل لو قبلوا الدية هذا شأنهم، ما قبلوش الدية يبقى يتحاسب. ولذلك انا تعمدت، دعك من الشتامين والهجصين، ربنا يبتلي كل واحد في بيته بمقدار ما بيشتم، وليتخيل كل منحق وكل سافل وكل شتام ان اللي مات ده ابوه او اخوه او ابن عمه، هيعرف وقتها ان هو ربنا ساتره في ستر الكبير. ولكن العيال المتخلفة اللي عايزة تقلبها اهلي وزمالك ومش عارف ايه، الزمالك ماله بال الموضوع. وعبد الواحد السيد كان سبب في انه يعمل ده بتصريحاته الأولية لما كذب الناس وقال ما فيش مخدرات وقال ما فيش حبس والنيابة لسه ما حققتش، ظنا منه انه حادث بسيط. النهارده الكابتن عبد الواحد السيد لو كلمته اول واحد هيقول لك انا ما كنتش متخيل ان الموضوع كبير كده، طب لماذا تسرعت؟ انت سبب من الاسباب اللي عملت الاحتقان في السوشيال ميديا بتصريحاتك لما كذبت الناس وقلت ان مؤامره او الناس فهمت منك كده. النهارده وجب عليك الاعتذار ولازم تعتذر لكل صحفي وكل اعلامي وكل من اجتهد علشان يجيب معلومه لانه بيأدي شغله. ما هو الجماعه المتخلفين اللي بيشتموا على السوشيال مش عايزين يفهموا انه ده شغلك، ده شغلك، انت مش عالة زيهم ولا ذباب الكتروني ولا عامل فيها بتاع على صفحتك، لا ده شغلك بتشتغله بشرف وبأمانة. والاشكال دي والله لن يقوم للزمالك قائمة كل ما هي موجودة، انا بقصد الذباب الالكتروني. وتعمدت اني ابدأ حديثي بده لان النهارده بيان النيابه العامه، البيان الاول للنيابه العامه، انتصر لكل صاحب كلمه حق. واللهم لا شماته، وربنا يكفينا ويكفيكم شر الفجاه ويزيح الكرب والهم عن احمد فتوح ويجيب حق الراجل اللي استشهد. السيد احمد الشبقي امين الشرطه الذي ضاع ضحية النهاردة يا كابتن عبد الواحد، هذا البيان اللي طلعته النيابة العامة يبكي.
بهديل عبد الواحد السيد، وبهديل المتحدث الرسمي الأستاذ أحمد سالم، وبهديل كل زملكاوي دخل الزمالك طرف في الموضوع، لأن الزمالك مش طرف. دي حالة فردية تحصل في أي مكان، لا تنتسب إلى نادي عظيم زي الزمالك، وإنما تنتسب للاعب الذي تجاوز السرعة وتعاطى المخدرات وتسبب في موت واحد رب أسرة كان يؤدي عمله وفي مكان عمله. بيان النيابة العامة مرعب، وأنا بنحني تقديرا واحتراما لمقام معالي النائب العام الجليل، محامي الشعب، محامي الفقراء، محامي المحتاجين، اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل النائب العام ومقامه الرفيع والسادة وكلاء النائب العام الملاذ بعد الله، هم الملاذ بعد الله. وقضاءنا الشامخ يتلقى منهم ليواصل تحقيق العدالة حتى لا نرى حق الضعيف يضيع، والمشهور اللي زي فتوح، والغني اللي عطى ربنا زي فتوح، واللي راكب بنت اللي زي فتوح، واللي بياخد له 50-60 مليون في السنة زي فتوح، ما يدهسش على الفجرة اللي زينا. وجب عليك الاعتذار يا كابتن عبد الواحد، لانك انت اسأت لاهل الاعلام والصحافة وكذبتهم واتهمتهم ان مفيش مخدرات ومفيش حبس، وخليت الزملكاوية والناس والصفقات يتولد عندها نظرية المؤامرة. لازم تطلع تعتذر، لازم. وانا حزين ان الكابتن عبد الواحد السيد يطلع يعمل اللي عمله ده كله، ولكن ما عندناش حد جريء يواجه، ما عندناش حد وجيه يقول للاعور انت اعور في عينك. وانا رفضت الرد على عبد الواحد السيد وقتها، لاني انا بعرف اختار ازاي.